المزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، تتجدد الضربات الإسرائيلية بشكل أكبر في مواقع أكبر على الجانب السوري، هل هناك يعني سردية إسرائيلية جديدة؟ هل يتوقع العسكريون ردة فعل ربما من الجانب السوري أيضا؟ يعني بالفعل ماجد، هناك رواية إسرائيلية مبنية على بحث عميق من وحدة أو دائرة الأبحاث في وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الذي قال في تقرير له بأن تراجع خطير على الموقع والوضع الاستراتيجي ووضع الردع بالنسبة لإسرائيل يستشعره أعداء إسرائيل على رأسهم إيران، وعليه فإن إسرائيل تحاول تكثيف ضرباتها على القواعد العسكرية في سوريا الإيرانية وخطوط الإمداد والمطارات لإعادة قوة الردع وتوازن الرعب بينها وبين إيران وحزب الله في الأراضي السورية. والسبب في ذلك سبب استشعار، كما يقول هذا التقرير الذي سلم باليد لنتنياهو ولجالانت وزير الدفاع، السبب في ذلك أن الاحتجاجات الداخلية والساحة الإسرائيلية الداخلية التي تموج بالصراعات على خلفية الإصلاحات القضائية هي ما أضعف إسرائيل في نظر أعدائها، إلى جانب تراجع علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أضعف الوضع الاستراتيجي لإسرائيل، والذي دفع إيران ودفع حزب الله كما تقول ويقول هذا التقرير لإرسال مسلح من الأراضي اللبنانية بعبوة ناسفة لتفجيرها في مفترق مجدو في العمق الإسرائيلي وإرسال الطائرة المسيرة. الآن ستتكثف هذه الضربات، مراقبون هنا يقولون بأن ساعة الحسم للمواجهة الكبرى مع إيران على الأراضي السورية تقترب شيئا فشيئا، وبالانتظار أن يكون هناك حدث يشعل هذا الفتيل كإرسال طائرة مفخخة قد توقع قتلى في العمق الإسرائيلي أو ما شابه ذلك. نذكر هنا ماجد بأن طائرة إيرانية الصنع أسقطت فوق طبرية قبل يومين، أخرى أسقطت يوم أمس على الجبهة الجنوبية، وبالتالي فإن توقع تكثيف ضربات إسرائيل في العمق السوري وفي دول أيضا أخرى أينما تواجدت هذه القواعد متوقع ومرجح جدا. من القدس مراسلنا فراس لطفي، شكرا لك.